أهلا بكم من جديد. بعد نحو أسبوعين على أول ظهور له، ما زال الفنان والمقاول محمد علي يتربع على عرش اهتمامات الرأي العام المصري. وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا يدين القبض على نجل محمد شندي رئيس تحرير جريدة المشهد، وهي الصحيفة الوحيدة التي غطت قصة محمد علي. كما أدان محامون القبض على المحامي محمد حمدي يونس بعد إعلانه نيته تقديم بلاغات للنائب العام بالوقائع التي ادعاها محمد علي. نشاهد المزيد من التفاصيل. وجاي بتقول احنا فقراء واحنا لازم نجوع، هو انت بتجوع؟ انت مستعملا هاتفه الشخصي وبكلمات شعبية بسيطة يخاطب محمد علي المصريين، ويهز بحسب البعض عرش مؤسسة عسكرية لطالما كانت قريبة من درجة التقديس. والله العظيم والله العظيم يا رجالة ان الحاجة انتصار عملت شوية تعديلات الفيلا المعمورة معدية 25 مليون جنيه. الفنان والمقاول بطل في عيون كثيرين، في حين يعتبره آخرون خائنا وعميلا لبلده وجيشه. انشق محمد علي عن المنظومة الاستثمارية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصار أيقونة فيسبوكية تسرد وقائع ما يقول إنه فساد مالي يطال الرئيس وعددا من قادة الجيش. فيلا في المعمورة وثلاثة في مراسي غير الفرصة. يكيل محمد علي اتهاماته عبر مقاطع فيديو تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مدعومة بالأرقام وما يسوقه محمد علي باعتباره أدلة دامغة. يوضح علي من خلال مقاطعه للمتلقي حالة فساد يقول إنها استشرت داخل أروقة الحكم، ويحرص علي على عقد المقارنات بين مسلك اقتصادي لجيش البلاد ورئيسها وخطاب معلن يتوشح مقدرات التقشف والزهد. أنا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس وما حد سمع صوتي. الرجل المقرب من القوات المسلحة والتي عامل معها مدة 15 عاما يقول إنه تعرض للقمع والاستيلاء على أمواله، ولثماني سنوات ظل ينتظر اللحظة التي يستطيع الفرار من بلاده وكشف الوثائق والأدلة التي بحوزته لتلاقي المقاطع المصورة رواجا كبيرا وأصداء واسعة عند الشعب المصري. محمد علي نجح في خلق حالة من الزخم لم تستطع خلقها المعارضة منذ 6 سنوات حين انقلب العسكر على الرئيس السابق محمد مرسي. الرئيس والسادة اللواءات والسادة الوزراء يعني أكابر البلد، رئيس الجمهورية موجود. تعددت آراء المحللين والباحثين المصريين في النظر في ظاهرة محمد علي. بعضهم أشار إلى أن مقاطع علي تمثل متنفساً لشعب يرزح بحسب منظمات حقوقية تحت نظام أمني صارم. أما آلة النظام فلم تبدع في مواجهة محمد علي، إذ خرجت تهم يعتبرها كثيرون معلبة وبعيدة عن الواقع. فلا الإرهاب ولا الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ولا التخوين استطاعت أن تزيل محمد علي من على عرشه الشعبي، ليبقى الشارع المصري في انتظار الحلقات الجديدة من مسلسل محمد علي. وانضم إلينا من القاهرة هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين. أهلا بك معايا أستاذ هشام، وممكن تحكي للسادة المشاهدين إيه اللي حصل بالضبط مع عمر مجدي شندي وإيه الاتهامات الموجهة إليه؟ الأستاذ مجدي شندي كان أبلغ النقابة إنه تم القبض على ابنه من منزله، وإن هو أبلغ إن هو اللي كان مطلوب، والحقيقة إن هو يعني عرض انه لو هو اللي مطلوب فعلا هو على استعداد للتوجه الى اي مكان تحدده السلطات. وفوجئنا الحاكم في اتصالات من السيد النقيب وبعض اعضاء المجلس لمحاوله حل الازمه، لكننا فوجئنا بقرار النيابه بصدور حكم بالحبس الاحتياطي لمده 15 يوم لابن الزميل الصحفي الاستاذ مجدي شندي
حكم بالحبس الاحتياطي لمده 15 يوم بتهمه نشر اخبار كاذبه. عمر بيدرس في معهد الموسيقى وهو يعني بلا تقريبا ملوش اي نشاط سياسي وملوش اي نشاط ظاهر سوى في مجال الموسيقى. يمكن ده كان سبب الغرابه، ولسه ما عرفناش بالضبط بقى تفاصيل الاتهامات او لم يواجه به الاتهامات في النيابه حسبما افاد الاستاذ مجدي شمس رئيس تحرير جريده النشر. استاذ هشام، يعني حضرتك بتقول ان عمر بيدرس موسيقى، وهو كان واضح الحقيقه ان احنا دخلنا على صفحات الحسابات بتاعته على صفحات التواصل الاجتماعي وما لقيناش اي حاجه متعلقه بالسياسه على الاطلاق، هي مجرد بوستات عاديه ومعظمها ليه هو وهو بيلعب مزيكا، يعني بيلعب على البيانو. هل النيابه اللي وجهت له اتهامات بنشر اخبار كاذبه والى اخره، يعني وجهته باي ادله اي براهين للاتهامات دي؟ والله احنا لسه ما ابلغناش من الاستاذ مجدي او محاميه بتفاصيل التهمه، والاغلب ان هم بيحاولوا ينسخوا الاتهامات او ان هم يصوروا ملف القضيه لاعداد مذكره الدفاع قبل موعد العرض القادم على النيابه العامه خلال 15 يوم او قبل انتهاء مده ال 15 يوم. طب استاذ هشام، احنا شفنا بيان من 6 اعضاء فقط بمجلس النقابه ومن لجنه الحريات، هل باقي الاعضاء والصحفيين شايفين ان الموضوع يعني مش صحفي وليس لهم علاقه بيه، مش المفروض يكون ليهم علاقه بيه؟ لا، هو البيان مفتوح للتوقيع، ممكن اي حد ينضم ليه، ويمكن دولت الاعضاء اللي كانوا حريصين على التواصل مع مقرر لجنه الحريات الاستاذ عمرو بدر. يعني مش عايز اقول اتهامات لاي حد او سواء بالتقصير او عدم الاهتمام بالقضيه، لكن القضيه او التوقيع مفتوح للجميع، ويمكن ده نعتبره توقيعات اوليه، وممكن يكون في مزيد من التوقيعات. يعني الموضوع مش قاصر على الستة دول، ومش بس باعتبارهم اعضاء مجلس، في اكثر من 200 توقيع تم لغايه دلوقتي من اعضاء بالجمعيه العموميه. وهو الحقيقه بيان اللجنه لا يحتاج الى توقيعات اصلا، لكن هي نوع من التضامن والدعم المعنوي للاستاذ مجدي شندي والابنه الشاب الطالب عبد. طب استاذ هشام، البعض ربط بشكل مباشر بان جريده المشهد اللي رئيس تحريرها استاذ شندي والد عمر هي الوحيده اللي نشرت تحقيق عن المقاول محمد علي، هل حضرتك شايف ان في علاقه بالفعل؟ والله بالنسبة لنا بصرف النظر عما يدور في كواليس السياسة، دي بالنسبة لنا قضية دلوقتي بقت قضية نقابية وقضية حقوقية، بصرف النظر عن الأجواء السياسية اللي هي بتتم فيها أو التفسيرات. احنا دلوقتي قدام تهمة نشر أخبار كاذبة، ما يعنينا ان احنا طبعا عمر مش عضو في النقابة لكنه كمان ما هوش صحفي، لكن طالما وجهت لتهمة نشر أخبار كاذبة فهذا يعنينا باعتبارنا نقابة رأي ومدافعة عن الحريات. احنا اكيد هنتضامن ماديا ومعنويا وقانونيا مع الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ مجدي شندي، وطبعا بالتبعية كمان مع التهم الموجهة لابنه، بصرف النظر عن اي محاولات للربط مع قضية هنا او هناك. بنشكرك، كنت معنا من القاهرة هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين. بنضم إلينا من تونس طارق حسين المحامي الحقوقي، وينضم إلينا من برلين عبر سكايب شريف محي الدين باحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز كارنيلي. أهلا بكم معايا، شرفتوني، وهبدأ معك يا شريف. يعني السؤال اللي بيسأل نفسه، ليه محمد علي بقى ظاهرة والجميع مهتم به، مؤيد للسلطة ومعارض للسلطة، بيتفرج على الفيديوهات وبيرد عليه، رغم ان الراجل يعني ما عمل، هو كاميرا موبايل وحطه وبيقول كلام وبيتكلم بدون ترتيب ولا اي حاجة، ومعظم الكلام اللي هو قاله المعارضين يا ما وجعوا قلبهم في ان هم يتكلموا فيه. شكرا يا استاذه سلمى على الاستضافه. انا حابب اقول اول حاجه ليه حاز على الشعبيه الكبيره ديت، لان ببساطه ممكن نقول السوق متعطشه.
المجال العام في مصر أصبح شديد الضيق بشكل لا يخفى على العيان، والإعلام أصبح مش بس إعلام الصوت الواحد بس، ده كمان بقى إعلام الجهاز الواحد. يعني حتى البرامج الساخرة زي برامج الإعلامي باسم يوسف تم التضييق عليه حتى رحل عن مصر. فنقطة إن المجال أصبح ضيق قوي، ورغم كده هو فيه اهتمام كبير من ملايين من المواطنين، فلما ألاقي أي فيديو حتى طبعا بقوة ادعاءات زي اللي طرحها محمد علي أو بأي حد تاني، أتوقع إن هو بيشغل المجال العام بدرجة كبيرة جدا وبسرعة كبيرة جدا، لأن الإعلام التقليدي دلوقتي بقى مسيطر، بقى شبه مسيطر عليه من قبل السلطة. نقطة تانية، فكرة الإشارة لكاميرا الموبايل، أنا متابع وشايف إن الناس دايماً بتقول دي مجرد كاميرا موبايل، دي مجرد هو قاعد على مكتب والسيجارة بتاعته وبيتكلم وخلاص. أعتقد لا، يعني إحنا لو بنتكلم على كاميرا الموبايل لا يمكن الاستهانة بيها تماماً في العصر الحالي، ولا يمكن كمان الاستهانة بقوة شبكة الإنترنت، خصوصاً لما يكون الموضوع هو الكشف عن فضائح سياسية مزعومة أو الويسل بلوينج، يعني بالمفهوم الحديث، زي اللي ظهر مع ويكيليكس أو زي اللي ظهر مع الصور اللي تم تسريبها من سجن أبو غريب أمريكا أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق. كل الظواهر ديت بصورة بسيطة بكاميرا موبايل براديو بزي صفحة على الفيسبوك دعت للثورة في مصر، كل ده رغم انه يبان انها مجرد صفحة او مجرد كاميرا، لا، ليه تأثير كبير جدا جدا جدا. النقطة الأخيرة اللي حابب ارد على سؤال حضرتك فيها هي فكرة ان الخطاب اللي تبناه محمد علي هو خطاب بيتناهى بدرجة كبيرة جدا مع رجل الشارع البسيط. محمد علي قال انا لا سياسي ولا هدفي السياسة، بس طبعا هو طرحه كله سياسي، بس هو المفهوم بتاع السياسة بالمعنى الحزبي الضيق ان هو مش هدفه ان هو يتحدى السلطة، فإن هو يوصل للسلطة يبقى رئيس أو وزير أو أي حاجة. هو مواطن ليه مخصمة مع السلطة بيدعيها، بيقول أنا رجل أعمال وتعرضت لكذا وفي فساد واحد اتنين تلاتة، وبيحاول يكشف عن الفساد دوت، وبيحاول يقول أه أنا ليا فلوس، بس في نفس الوقت مش بتكلم على الفلوس ديت بس. فأعتقد إن ده كل العوامل دي أدت إن يبقى في شعبية كبيرة جدا جدا حاز عليها محمد علي في فيديوهاته الأخيرة. طب طارق، يعني احنا شفنا بوست على السوشيال ميديا للمحامي محمد حمدي يونس بيقول ان هو بيفكر، بيقول ان هو بيفكر يروح يقدم بلاغ للنائب العام في الوقائع وفي الاسماء اللي ذكرها محمد علي. بعدها تم القبض عليه واختفائه، وزملاء المحامين بيقولوا ان هم ما يعرفوش هو ما كانوا فين لحد الان. هل حصل اي تحرك من المحامين او من نقابة المحامين للبحث عنه؟ طيب، في الأول يا أستاذ سلمى، يعني بوجه التحية ليكي وبوجه التحية للشريف محي الدين من برلين. في حقيقة الأمر يعني إحنا أمام مشكلة كبيرة وأمام كارثة كبيرة، اللي هي الكارثة بتكمن في كون الدستور المصري، يعني بداية الدستور المصري أتاح في نص المادة 97 من الدستور، قال أن حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للجميع. فبالتالي النهارده بنتكلم عن حق التقاضي، فاحنا امام مثالين واضحين. في الاول ان الزميل المحامي محمد حمدي يونس اعلن على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بانه يعتزم على تقديم بلاغ. فكان رد قوات الامن باعتقاله الزميل محمد حمدي يونس. في نفس الوقت كان في الناحيه الثانيه محامي محسوب على تيار ما بعينه او محسوب على كتله ما بعينه، هو برضه الاستاذ محمد سالم، اعلن عن تقديم بلاغ ضد الفنان والمقاول محمد علي. فلقينا ان السلطه التشريعيه او القائمين على النيابه العامه قاموا بالتحقيق بالبلاغ واحاله البلاغ الى نيابه امن الدوله، بالرغم انه هما احنا هنا امام ظاهره زميلين محاميين كل منهم تقدم، يعني الشخص اعتزم على التقدم ببلاغ فتم حبسه او تم اعتقاله بالمخالفه للدستور المصري والمخالفه لقانون الاجراءات الجنائيه، لم يعرض على النيابه العامه في خلال مده 24 يوم، ويعني اعتقد انه يتم التنكيل به. وزميل اخر اعتزم على تقديم بلاغ يعني النهارده، فالبلاغ اتحقق فيه، بس كونه انه يعني انه البلاغ يقول ان الشخص دوت بينشر اخبار كاذبه، اللي هو محمد علي بينشر اخبار كاذبه او بيدعي بالباطل، فتم التحقيق في البلاغ. فاحنا النهارده هنا امام
يعني تناقض غريب، وهل هو الحق، هل حق في التقاضي مقفول لكل من يؤيد الدوله ومرفوض لكل من يعني لكل الاشخاص المعارضين في الدوله؟ فهنا امام فرصه. وبعيدا عن الكلام الذي قاله المحامي يعني الذي قاله الفنان محمد علي، بنجد برضو كذلك فكره انه القبض على عمر شندي، يعني عمر شندي اتقبض، عمر مجدي شندي اتقبض عليه تمام، وتوجه ليه تهم بنشر اخبار كاذبه على ذمه القضيه 1333، وهي نفس القضيه برضو اللي اتحبس على ذمتها عبد الرحمن مكة اللي هو احد شباب مجلس الشورى، اللي اتحبس 3 سنوات وبيقضي 3 سنوات مراقبه، وهو رايح في طريق المراقبه اتقبض عليه. فالنهارده برضو بنبص كده انه حقيقه الامر انه القبض على الزميل المحامي محمد حمدي يونس، او القبض على عبد الرحمن طارق، او القبض على عمر مجد شندي، هو بيقع تحت فكره انه في ضابط امن دوله تمام بيعبس بحريات المواطنين، والكلام ده انا قلته وكررته عده مرات تمام، بيعبث بحريه المواطنين ويقرر ان يحط محضر تحريات. محكمه النقد قالت انه هو لا يجوز ان يكون دليل كافي، وبرده محكمه النقد قالت خيره للعداله ان يفلت مجرم من العقاب على ان يدان بريء تمام، ولكن مع ذلك برده بنلاقي ان الاشخاص بتحبس مده طويله. النهارده زميل محمد حمدي يونس برده عشان ما ابعدش عن سياق الموضوع، هو زميل محامي يعني بالاساس هو مواطن تفلت الدستور حق في التقاضي، هو زميل محامي جزء من شغله هو التقاضي. التقاضي قال له بالضروره قانون المحاماه في مصر، يعني الدستور المصري برضو قال ان المحاماه مهنه شريفه تشارك القضاء عملها، وقانون المحاماه نص على عده ضمانات تكفل للمحامي عمله، منها انه لا يجوز القبض على محامي في عند تاديه عمله او عند ممارسه جزء من اعماله، والقانون هنا اعطى الضمانه دي. ولكن في حاله الامر النهارده بنجد انه الزميل المحامي تم القبض عليه، ونقابه المحامين تقف ساكنه، ونقيب المحامين لم يتحدث، ولم رغم انه الزميل هنا قبض عليه بسبب ممارسه جزء من اعماله، ما هو حق جزء من اعمال المحامي. طيب النهارده ايه الرساله السلطه عايزه توصلها لنا؟ بانه عمر مجدي شندي وهو يعني قبض عليه وهو ليس ناشط سياسي، قبض عليه فقط لانه والده يعني قرر ينشر يعني منشط صحفي، وكان المنشط الصحفي مفخخ. يعني النهارده دائره الاشتباه السياسي اصبحت متسعه عن دائره الاشتباه في الارهابيين. فالنهارده وبنلاقي مثلا او القبض على زميل محمد حمدي يونس، فايه الرساله عايزه الدوله توصلها؟ الرساله عايزه توصلنا ان حق التقاضي تم القضاء عليه، يعني لا يوجد دوله حديثه تمام يعني لا يوجد دوله حديثه ما زالت لا تحمل مبلغين. يعني النهارده لما الزميل محمد حمدي يونس يقرر انه يقدم ملف، المفروض ان الدوله تحميه. يعني انا النهارده بظهر من تونس تمام، فتونس في هيئه مكافحه الفساد بتحمي المبلغين. النهارده واحنا ليس على يعني احنا على بعد ايام من دلوقتي كان يحقق مع رئيس البرلمان الفرنسي يتهم فساد، ومع ذلك ما لقيناش انه في اشخاص طلعت قدمت بلاغات في الاشخاص اللي تقض يعني اللي قالت ان رئيس البرلمان الفرنسي ريتشارد فيرنرد تمام فاسد. فالنهارده احنا عايزين نوصل ايه؟ يعني هل الدوله تحمل فساد؟ هل الدوله بتقول بصوت واحد كده احنا دوله الصوت الواحد ونرفض ان يتحدث او ينشر مقال صحفي؟ النهارده يعني وبرضه يجب على جماعه المحامين، ويجب على يعني لجنه الحريات في نقابه المحامين، ويجب على رقيب المحامين ان يحمل المحامين. النهارده المحامين بقت اصبحت تعمل في بيئه سيئه جدا. يعني النهارده لما نلاقي ان الزميل الصحفي اللي كان يتحدث منذ قليل معاكي قال لك بننتظر ان المحامين ينسخوا ان القضيه المنظوره امام نيابه امن الدوله، المحامين لا يمكنهم الاطلاع على القضيه المنظوره امام نيابه امن الدوله، المحامين ينتظرون امام نيابه امن الدوله بالساعات حتى يتسنى لهم حقهم القانوني في الحضور امام النيابه العامه. فالنهارده احنا امام عده اشياء، الدوله بتقول ان مفيش حق في التقاضي، او ان الدوله بتقول ان احنا بنضمن حق التقاضي لاشخاص مهمه معينه، الدوله بتقول ان احنا لن نحتمل منشط صحفي، الدوله بتقبض على اشخاص وتحبسهم سنين طويله بقانون الحبس الاحتياطي اللي هو القانون يجب ان يتم اعاده النظر فيه. طارق خليك معايا، يعني خليك معايا طارق، واعود مره اخرى لشريف. وشريف، في خطاب من مؤيدي السلطه بيقولوا هو ايه اصلا المشكله في الكلام اللي بيقوله محمد علي؟ يعني الجيش نفسه بتدخله في الاقتصاد وبالانشطه المدنيه اللي هو بيعملها، هو بيساعد الاقتصاد المصري لا اكثر ولا اقل، وده بتعمله جيوش اخرى في دول اخرى، وان كان يا جماعه على القصور الرئاسيه فهي في النهايه مش مال خاص، دي مال الدوله، هيمشي الرئيس ده بعد 30 سنه يجي غيره ويعيش فيهم ويجددهم والى اخره. ايه رايك في الخطاب ده؟ هو الحقيقه من المثير للمفارقه ان التهوين من الفيديوهات بتاعه محمد علي والخطاب اللي هو طرحه، التهوين بيجي من ناحيتين، بيجي من المؤيدين بدرجه كبيره وبيجي من المعارضين بدرجه كبيره. المؤيدين بيقولوا ما وايه يعني، ما دي حاجه للدوله، والمعارضين بيقولوا ايه يعني، ما هو الفساد معروف جدا وهو ما طرحش جديد.
بس إحقاقا للحق، لا اللي طرحه دوت غير عادي، لأنه أول مرة يتم طرحه على الملأ من حد تعامل اقتصاديا كمقاول مع الجيش او بيدعي ان هو تعامل كذا. وحتى ردود فعل الاجهزه الاعلام القريبه من الدوله، واحد اشهر الاعلاميين اللي استضاف والد محمد علي ما انكرش، يعني هو الحقيقه هو قال هو اتعامل مع الجيش 15 سنه والعيله كلها حققت ملايين مئات الملايين، ده وفقا لكلام والده مع الاعلامي المحسوب على النظام. فانا شايف ان ده تأييد كبير لان السرديه اللي هو طرحها هو فيها وجهه نظر وفيها حقائق كتيره جدا. بيختلفوا بقى معاه ان هل دي شبهه فساد ولا لا. اعتقد ان المقوله اللي حضرتك قلتيها، لا انا شايف ان مش عادي، مش زي ما مؤيدين كتير للسلطه شايفين ان دي حاجه وهتبقى للبلد. لان رقم واحد ما فيش رقابه قويه، فين الرقابه القويه؟ لو احنا بنتكلم على رئيس الجهاز القومي المركزي للمحاسبات لما قال ان في شبهه كذا وان الفساد في مصر بيبلغ من الارقام كذا وكذا، اختلفت معاه الدوله، تعرض لمحاوله اعتداء، اتحط في المحكمه، فكل دوت فين الرقابه القويه اللي ممكن تحقق في شبهات الفساد؟ رقم اتنين هي ان خطاب السلطه وتحديدا الرئيس عبد الفتاح السيسي كرر مرارا وتكرارا خلال ال6 أعوام الماضية على تنزه السلطة وخصوصا القوات المسلحة وضباطها عن أي تربح شخصي، وإن كل شيء ده معمول عشان مصر، وأكد مرارا وتكرارا على إن مصر أمة فقيرة وأمة العوز، وقال في خطابات كتيرة جدا إن حال البلد اقتصاديا وإن إحنا فقراء ولازم نستحمل، والخطاب دوت من خطاب ان كلنا لازم نستحمل. فبالتالي لما يطرح محمد علي سرديه مضاده ان يقول ان لا في رجال من القوات المسلحه وفي راس السلطه بيتربحوا وبيبنوا قصور كتيره، فده بيثير استهجان لدى المواطن العادي اللي هو فعلا طافح الدم يوميا عشان يحاول يلاحق على اثار التعويم ويلاحق على تضخم وزياده الاسعار بدرجه كبيره جدا بشكل يومي. فبيطرح بقى بالنسبه له لما بيلاقي المفارقه بتاعت فيديوهات محمد علي بيطرح تساؤلات، هل فعلا مصر كدوله فقيره زي ما بيقول رئيس الجمهوريه، هل هي فعلا محتاجه مزيد من القصور الرئاسيه؟ التساؤلات دي كلها طرحت يا شريف، بنتمنى ان احنا نشوف اجابات بالظبط منها من رئيس الجمهوريه غدا في بالظبط. مؤتمر الشباب. بنشكرك، كنت معنا من برلين عبر خدمه سكايب شريف محي الدين، باحث بقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمركز كارنيجي، وكنت معنا من تونس طارق حسين المحامي الحقوقي، شرفتوني.